الحمد لله قدرت اهرب من السجن. يا رب ما حدش يشوف. يا لهوي الكلب بيجري ورايا، الكلب بيجري ورايا. يا رب ما يلحقنيش. اعمل معاه ايه؟ اعمل معاه ايه؟ انا هلعبه بالجرس ده شويه. الحمد لله قدرت الهيه. يخرب بيت الكرش وبيت سنينه. يا لهوي ده جه تاني. لازم اهرب منه. ارمي له ايه؟ قشره المصدر دي. خد في وشك اهو. يا لهوي على الكرش اللي مبهدلني ده، هو مش عارف يخس خالص. ده جه تاني ورايا، اعمل له ايه؟ لا مفيش بقى حل قدامي غير ان انا البس له شرطي علشان يخاف مني. انت يا كلب انت امشي وسيبني، انا بوليس. الحمد لله قدرت اهرب من السجن. يا رب ما حدش يشوف. يا لهوي الكلب بيجري ورايا، الكلب بيجري ورايا. يا رب ما يلحقنيش. اعمل معاه ايه؟ اعمل معاه ايه؟ انا هلعبه بالجرس ده شويه. الحمد لله قدرت الهيه. يخرب بيت الكرش وبيت سنينه. يا لهوي ده جه تاني. لازم اهرب منه. ارمي له ايه؟ قشره المص دي. خد في وشك اهو. يا لهوي على الكرش اللي مبهدلني ده، هو مش عارف يخس خالص. ده جه تاني ورايا، اعمل له ايه؟ لا مفيش بقى حل قدامي غير ان انا البس له شرطي علشان يخاف مني. انت يا كلب انت امشي وسيبني، انا بوليس. لما اروح بقى اجيب حاجه اتعشى بيها لحسن، ايه ده؟ البوليس تاني، بوليس تاني بيجري ورايا. انا لازم اشوف حاجه اعطله بيها. هدلق الميه دي. الحمد لله الزحلق الزحلق فيها. ياهو الحمد لله. ايه ده جه تاني؟ يخرابي اجري اجري. وبعدين مش هينفع كده، اخيرا هيتخبط في الاشاره دي. انا قزعه مش هعمل حاجه. الحمد لله هو اتخبط فيها وانا قدرت اعدي. ايه ده جه تاني؟ اجري. وبعدين لا انا مش هينفع، لازم اكلم اوبر عشان يجي يلحقوني. طلبت العربيه الحمد لله جت اهي. يلا سلام عليكم. يا خبر ايه الدخان ده كله؟ همشي ازاي؟ لا ده انا لازم البس الماسك ده عشان اعرف اعدي. كده الحمد لله. ايه ده؟ العنكبوت الكبير ده، يا خبر ابيض، يا نهاري انا هعدي ازاي؟ ايه ده ما بيتحركش، ده ممكن يكون رسمه. ايه ده جبت الاستيكه كده ومسحته اتمسح. الحمد لله الحمد لله عديت. ايه ده؟ اوبس. ايه ده بقى؟ هو انا هعرف اعدي ولا نط بالكرش اللي انا فيه ده؟ مش هينفع، والحبل ممكن ياخدلي وينزل. انا متختخ ومقلبص، مش هينفع. انا لازم ادقدقه بالشاكوش كده عشان اعرف اصلح الطريق. الحمد لله قدرت اهرب من الشرطه. ايه ده؟ وحش جيلي، يا نهار ابيض، ده وحش الجيلي ده ضخم قوي ده. اعمل معاه ايه؟ انا هديله الحلويات ده عشان يهبط وما يقدرش يجري ورايا. الحمد لله هو نام اهو، اقدر اجري. ايه ده؟ صحي، اجري اجري بسرعه 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 قبل ما يمسكنا. اعمل ايه؟ انا ارش الصبغ ده على الارض عشان يلزق فيه وما يقدرش يجري ورايا. الحمد لله الحمد لله. ايه ده؟ جه تاني جه تاني، يا خرابي. بسرعه بسرعه بسرعه. اعمل معاه ايه؟ لا انا هرشه بالميه يسيح بقى وينتهي ويخلص واخلص منه. الحمد لله فكره. مسكوا الحرامي وربطوا رجليه بسلسله حديد قويه جدا، قال يفكها ازاي. كان معاه سائل كده مش عارفه محلول ولا ايه، راح حطه على الكلبش فك لوحده مش عارفه ازاي. بس المهم ان هو حرر نفسه وقدر يجري، لقى الظابط في وشه. المهم قال يتصرف ازاي، يهرب منه ازاي. لبس له واحده ست بصراحه، من كتر المنظر ما هو فظيع الظابط راح مرجع في ساعتها. اخي الصراحة المنظر مقزز جدا. طبعا قدر يهرب منه بس قدامه باب حديد، يعمل ايه؟ طبعا افتكر انه معاه مفاتيح كتير، جاي يجرب منهم مفتاح، عرف يعدي منه ويفتح. ايه ده؟ ده فينا ليزر، اتصرف معاه ازاي بقى الليزر ده بقى؟ افصل الكهرباء احسن. كويس كده، فكرة حلوة. ياهو بالراحة بالراحة. الجوهرة الجوهرة هي. بس هاخدها ازاي؟ انا لازم البس ايد القوة دي عشان اكسر القضبان. الحمد لله. ويلي يا ويل ويلي يا ويل، لقيت الجوهرة الحلوة. اما اشحنها بقى طيران علشان خاطر ابقى سفر لها بدل ما نتقفش انا وهي في البوليس. خد دي يا معلم، حوشها لي عندكم كده لحد ما اجي، يا رب البوليس ما يقفش. لما اروح بقى اجيب حاجه اتعشى بيها لحسن، ايه ده؟ البوليس تاني، بوليس تاني بيجري ورايا. انا لازم اشوف حاجه اعطله بيها.
هدلق المية دي. الحمد لله الزحلق الزحلق فيها يهو الحمد لله. ايه ده، اجي تاني؟ اقربي اجري اجري. وبعدين مش هينفع كده، اخيرا هيتخبط في الاشارة دي، انا قزعة مش هعمل حاجة. الحمد لله هو اتخبط فيها وانا قدرت اعدي. ايه ده، اجي تاني اجري. وبعدين لا انا مش هينفع، لازم اكلم اوبر عشان يجي يلحقوني. طلبت العربية الحمد لله جت اهي. يلا السلام عليكم. ايه ده، ده فينا ليزر، اتصرف معاه ازاي بقى الليزر ده بقى؟ افصل الكهرباء احسن. كويس كده، فكرة حلوة. ياهو، بالراحة بالراحة. الجوهرة الجوهرة هي. بس هاخدها ازاي؟ انا لازم البس ايد القوة دي عشان اكسر القضبان. الحمد لله، ويلي يا ويل ويلي يا ويل، لقيت الجوهرة الحلوة. اما اشحنها بقى طيران علشان خاطر ابقى سفر لها بدل ما نتقفش انا وهي في البوليس. خد دي يا معلم، حوشها لي عندكم كده لحد ما اجي، يا رب البوليس ما يقفش. خارج في امان الله، لقى الدنيا برق ومطر ورعد وحاجات فظيعه جدا، قال يتصرف ازاي. حط الجورنال ده على راسه علشان خاطر يحميه من المطره. بيمشي شويه لقى سائل كده على الارض مغرق الدنيا، قال يتصرف ازاي يتصرف ازاي. لبس الشوز ده علشان خاطر يمشي من عليه، لسه يا دوب لقى البوليس في قفاه. يا نهار ابيض، اجري يا مجدي. لقى الدنيا قدامه مسدوده، يتصرف ازاي؟ او افتكر بقى رياضه الزنه الجميله، راح جايب البتاع كده وراح هوب هيعدي الكرش علق فيه. بيخطط لسرقة حاجة مش عارفين ايه هي، هنشوف هو داخل يسرق ايه، بس نشوف الاول هيعدي ازاي. حط الديناميت اهو، فرقع له الحيطة وعرف يعدي لجوه. طبعا بيتسرب لجوه اهو بالراحة، شاف الدنيا ضلمة قال لا استنى لما النهار يطلع احسن، فقعد بالساعات جوه علشان النهار يطلع عليه. شاف الكلب الدهب قدامه اهو مربوط بسلسلة، يقطعها ازاي؟ جاب القطاع الحديد دي علشان يقطع بيها الكلب، وسرق وفعلا وجري. الحرامي قدر يدخل السفينة من جوه، بس قابله كلب حراسة على شكل تمثال عينيه فيها ليزر. فقال يعمل ايه؟ استخدم المراية دي علشان يعكس الليزر على الكلب وكسره فعلا، وقدر ينجح في الحتة دي وعدى. قابله خزنة، الخزنة دي فيها فلوس طبعا كتير، يفتحها ازاي؟ يفتحها ازاي؟ كان معاه مادة كده رشها عليها جمدتها، مش عارفه ايه الماده دي بصراحه، بس جمدتها وقدر يكسرها بسهوله جدا، واخد الفلوس اللي فيها وكان مبسوط جدا. الفازه اهي وصل ليها، بس جنب الفازه ايه ده؟ ايه المزه الجامده دي؟ طيب هيعمل ايه؟ هيحررها بقى ازاي؟ استحضر بقى روح سوبرمان ولبس الاندر بتاعه وعمل بقى ايه فيها سوبرمان. المهم ان هي حبته فعلا واعجبت بيه جدا، مع انه بكرش وملزلز، بس هي بقى الحرامي ماشي بيبص في الجزيره اللي هو عليها. يا نهار ابيض، لقى تور بيجري وراه. اجري يا مجدي، يا نهار اسود ده تور وانا لابس احمر، يعني الدنيا مظبطاني، ده مش هيسيبني الا لما ياكلني. اما ارمي له شويه الخضار دول، رمى له شويه الخضار دول عشان ياكلهم، انشغل فيهم التور شويه، وده اتبسط ان هو ما جاش وراه تاني. بس ازاي؟ يا نهار ابيض، ده جاي تاني وراه اسرع من الاول. يا لهوي، الحقوني. يا نهار اسود، اعمل ازاي؟ قال لك ده في بقره جايه قدامها اهي، هينشغل فيها شويه. التور شاف البقره من هنا ريل، راح راجع وراها. يا نهار اسود، كويس الحمد لله خلصنا منه. ايه ده، يا نهار اسود، ده جاي تاني. يا لهوي، ده بيجري. حد يلحقني يا جماعه، حد على الجزيره دي، برازيلي هندي تايواني مصري، مفيش حد خالص يلحقني على الجزيره دي، الحقوني. واحد جاي من الهنود الحمراء قعد يضربه جامد جدا، بس ايه، بص لي بصه كده حسيت بالغدر. الراجل فاكرني لحمه هيشويني وياكلني. يا نهار اسود ومنيل، طب انا اعمل ايه؟ يا رب الجو يمطر. لقيت في سحابه سودا كده جايه، قلت الحمد لله المطر هتنزل على النار تطفيها، وفعلا حصل الحمد لله. طب انا بقى افك الكارثه اللي انا فيها دي ازاي؟ انا قلت بقى ايه، لا ده انا معايا موزه في جيبي وراني. طلعت الموزه كده عشان القرد اللي هناك على الشجره ده يجي ياخدها، فعلا جه خدها وكلها وحبني قوي، راح فككني. قلت ياهو الحمد لله، وقدرت ان انا امشي. ايه، لسه امشي شويه لقيت اتنين واقفين لي. طب انا هعمل ايه؟ ده دول هياكلوني، انا هعمل فيها صنم بقى وتمثال من بتوع الفراعنه دول. رحت اعمل كده، يا نهار اسود، ده شالوني خدوني. يا ليه، واستنوا رايحين فين؟ شالوني في تابوت ونقلوني جوه في مكان مليان تماثيل كتير جدا، فراحوا سابوني ومشيوا. المهم ان انا عايز اخرج من التابوت ده وكان مقفول، مش عارف اعمل ايه. في زراير جوه كده دوست عليها بشكل عشوائي، قلت يمكن دي تكون باسورد الفتح ولا حاجه، فرحت دوست عليها، هو فعلا فتح وجت معايا كده بايلق. فالحمد لله ان انا ايه عرفت اخرج. دخلت ناحيه جوه لقيت في اسد زي الوحش بالظبط، يا نهار ابيض، وفاتح بقه ومستعد يعني. قلت لا، ده فاكرني الدكتور بتاعه وشايك على اسنانه وبتاع، ما صدقت ان هو فاتح بقه. رحت مديله بنج في اسنانه، نام على طول في ساعتها، والحمد لله قدرت ان انا اعدي. لقيت الشيء ده، طب انا اعدي منك ازاي يا معلم؟
انا اقول لك على حاجه جميله، مية مية، خد شوب البيره ده اشربه هيسيطر عليك. ادتهوله شربه من هنا، دماغه لفت وقع في الارض وعرفت ان انا اعدي منه. ياهو ويلي ويلي، الحرامي وصل مصر يا جماعه وشكله داخل على الاهرامات دغري، وشكله ناوي كده يسرق الاثار والمتاحف بتاعتنا، بس احنا طبعا مش هنسيبه. عامل فيها موميا هو وداخل بيستظرف ابن الظريف. هو شاف واحد من العمال قال لا انا اشوفها عشان اخليه يكسر الصخره اللي وراه دي، انا الف نفسي بشكرتون كده عشان يعني ان انا ايه موميا حق. وحقيقي الراجل خاف وجري واكسر البتاع، فتح له طريق من غير ما يقصد. دخل لقى دخان كتير جدا ولقى خفافيش وبتاع، شغل البطاريه بتاعته ونور بيها وعدى من الخفاش ابن اللذين ده، ولقى باب مسدود كده ومقفول قافل الطريق، بس حط قطعه كده معدن معاه فتحت له الباب. يا ابن المحظوظة. طب احنا الحرامي ده كان ماشي جوه الهرم من جوه عشان يسرق اثار او تماثيل او اي حاجة تقابله، قابلته موميا خاف منها جدا وقال لا انا هحرقها احسن بتخوفني جدا. جه يحرقها لقى شوية قماش وما كانش فيه موميا ولا حاجة، اتبسط جدا ولسه بيعدي قابلته الموميا بجد واقفة قدامه ومش عايزة تعديه. فقال لا انا هعمل فيها ايه، ده ميت مرة، انا لو ضربته بالمسدس مش هيعمل معاه حاجة، لا انا هاكل الشطة دي وابخ فيه نار. بخ فعلا النار عليه زي التنين كده، حرقه ومحدش يسألني ازاي. لسه بيعدي لقى حبيبته الفراعنة خاطفينها حنطوها، يا نهار اسود ولا ايه؟ قال لك لا انا معايا نضارة بتضرب ليزر زي بتاعة سكوت بالظبط، بس الفرعون ده كان نصح انصح منه. لسه بيضرب الليزر عليه راح مطلع المراية عكست عليه الليزر صغرته واللعنة صابته، وكان نهاره ما مسلكش في مصر ومعرفش يسرق منها حاجة. فقال نطلع على الهند احسن لي. لقى واحدة ست واقعة على الأرض قال لي ساعدها ويحط لها بقها العلاج، حط لها حبوب كده في بقها، قامت ترقص من الفرحة هي وجريت مش عارف وهي راحت فين. جري وراها عشان يشوفها راحت فين، لقاها مسكت جردة المية واقفة بتقول له خد جردة المية أنت كمان. قال هعمل ايه، هسمع كلامها وخلاص. مسك جردة المية وقعدوا يرشوا بعض بيه، اتاري دي رقصة الفرحة يعني عندهم في الهند وبتاع هنود بقى. المهم ان هو ماشي لقى فيل وعليه مجوهرات كتير قوي، بس هو عايز الياقوتة اللي الفيل حاططها على راسه دي، يعمل ايه؟ اداله بقى فلفل اسود عشان ياكله ويعطس. اول ما الفيل اكل الفلفل الاسود راح عاطس، بتاع المجوهرات بتاعته وقعت منه. الفيل اتجنن بعد ما اخدت منه المجوهرات وجريت، راح جاري ورايا، يا لهوي ده ممكن يدوس عليا يفعصني، انا خايف جدا منه اعمل معاه ايه، جه في دماغي ان انا ارمي له فار كده يخاف منه. الحمد لله قدرت. يا لهوي ده بانه كل الفار ولا داس عليه، ده جه يجري ورايا تاني، يا نهار اسود اعمل ايه، ده ممكن يبخ عليا ميه من الخرطوم بتاعه ده يغرقني ميه. لا استنى، يا لهوي الحمد لله الحمد لله ما اتبلتش ولا غرقتش ميه الحمد لله. يا لهوي ده بس بيجري ورايا تاني، اعمل ايه، هتصرف ازاي؟ انا ممكن اشغل له التلفزيون، اجيب له قناه عالم الحيوان دي يتفرج عليها عشان يتلهي. الحمد لله نجحت الخطه والحمد لله ان انا جريت من استحمى وفاق ونزل بقى يتسوق ويشوف حاله. لقى الراجل جاي يجري وراه برده، يا نهار اسود ومش هيسيبه، الراجل شكله مرعب خالص. يا ابني والله العظيم استحميت وعهد الله استحميت، خد يا عم الجردل ده في وشك كده خلينا اعرف اهرب منك. المهم خد بعضه وجري مش قادر يجري من الكرش بتاعه، الراجل جاله بالرمح، يا نهار اسود ده هيصطاد ولا ايه؟ يا ابني مش انا اللي بتصاد والله، ما انا يا ابني في حاجه اسمها تانية حاجه كده اهو هي دي. اتلهي بقى عني بقى يا اخي بقى، عرفتني يا عم يخرب بيت ام اللي جال هند وسنينها، جالي بسكوتر يا نهار اسود. اجري يا مجدي يا نهار اسود، اعمل ايه انت مش نافع معاك الذوق، تعالى يا معلم وريني قدراتك بقى. يلا يا عم عرفتني جاتك القرف. والحرامي ماشي في الهند بقى، راح مقابل واحد كده لابس مايوه بس شكله مرعب جدا، رماله صابونه وقال له خش ياض استحمى. قلت له نهار اسود ومنيل، ده ما سمعش كلامه ده ممكن يبلعه. قلع هدومه وخد الصابونه من سكاته ودخل عشان يستحمى. يا لهوي ده الراجل مرعب جدا، حاسب يا عم ايه يا عم في ايه، دخل عشان يشوف الدش اللي هيستحمى فيه ايه ده، الدش ده في الهوا في الطل كده، داس على فتح المفتاح الاحمر ده عشان ينزل ميه. المهم ان هو استحمى بقى كل شيء كان كده زي ما يكون، وكان مبسوط قوي بالدش الصراحه. المهم استحمى وعدى، لا هو نفسه، ايه يا عم بتطلع لي منين انت، اعمل معاك ايه انت كده مش نافع، يا نهار اسود ومنيه، طب انا اتصرف ازاي؟ راح ايه، راح متصل بالونش يشيله احسن من الطريق والاحسن، ده هو كده كل شويه يطلع له زي عفريت العلبه. يا عم اوعى بقى، بس بقى انت عرفناش بقى، خليك متعلق فوق كده. دخلت بار في الهند وقلت اكل او اشرب اي حاجه، الكرش مش سايبني في حالي، عايز يتملي في ودي من كتر الجري. انا قلت لو قلت لبن هيشلوحوني طبعا في الهند، قلت هات لي يا معلم عصافير، اكل عصافير يا معلم جميله زي الفل. كلت ومليت بطني وقلت لا انا همشي بقى اشوف ايه الصوت اللي جاي هناك ده، لقيت واحده عماله ترقص وتصرخ كده وتقول ها 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 وبتاع، قلت لا انا اما اسمعهم صوتي بقى. لسه بقول يا ليل راحت مرجعه وسابتني وجريت طبعا وسابت المكان. انا قلت طيب اما اشوف حاجه تانية بقى اشغل بقى نفسي، لقيت الراجل ده واقف على البار. طب انا قلت بقى اعمل ايه، طيب انا اشرب كاس بقى ولا اي حاجه، قلت له صب يا معلم خلينا انسى اليوم اللي جيت فيه الهند وسنينه
على اللي شار عليا بالهند وسنينها. الحرامي جري من الراجل بتاع البار وما حاسبش على الحاجه اللي شربها، والراجل مش سايبه في حاله يا عيني، وعمال يجري وراه ومش سايبه. والحرامي بقى قال ما بدهاش، انا هلبسه الجردل ده في وشه علشان خاطر ما يشوفنيش، وكان مبسوط جدا وعمال يجري، بس الراجل جه وراه بسرعه جامد جدا 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 ومش سايبه في حاله. يا نهار ابيض، الحرامي بقى بكرش ومش قادر، قال لي انا هاكل توم، وعمل بابسي كده في وشه. يا نهار ابيض، بس الراجل رجع تاني يجري وراه اسرع من الاول، وكان مش قادر خالص خالص. لما تعب وجاب اخره قال لي خلاص انا هديله شويه الفلوس دول عشان يتلهي بيهم عني، وقعد الراجل يعد في الفلوس. ايه ده، ايه اللي هناك ده؟ عيط ليه يا حبيبي كده؟ امو عايز الكره دي والنبي يا عمو. ما تخافش يا حبيبي اجيبها لك. ايه ده الراجل ده، همشيه ازاي؟ ده سكران وحالته طينه خالص. اه جاتلي فكره، انا هرسم له على الحيطه ده هي واحده شريره عشان يخاف ويترعب. جري. يا لهوي، الراجل ده اللي بيدور على الالماز والمجوهرات اللي معايا، اعمل ايه؟ انا هرمي له الجنيه الذهب ده اهو على الارض عشان يجري ويمسكه ويبقى. ايه ده في عامل نظافه هناك اهو، ده ممكن يكشفني. انا اعمل ايه بقى؟ ارمي الكندي بعيده علشان يروح ينظف هناك ويسيبني. الحمد لله ما شافنيش. يعني ايه ده، الواحد افتن كده ليه؟ عايز اشرب اي حاجه تديني طاقه. الحمد لله، احب ريد بول ده قوي، بيديني طاقه جميله. ايه ده مفيش مخرج. يا نوري ده اخرج منين؟ يكون لازقين الصوره دي على المكان اللي هخرج منه. الله، مزه حلوه قوي. لا اخرج احسن. هي اخي الحرامي ده كان سارق تمثال وماشي بيه عادي جدا في الشارع. قابله اتنين بوليس قالوا انت بتعمل، انت فاكرها سايبه يا متخلف؟ رموه في السجن. راح لسه بيقوم لقى واحد مسجون تاني قدامه في وشه، شكله شبح اهو وشرير جدا، فقال يعمل ايه معاه؟ كان فكر انه كان معاه حشيش من ايام ما كان بيسرق في الهند، لف له سجاره واداها له. فبعدين الراجل شم نفسين من هنا وراح نايم زي الجردل بالظبط وما حسش بحاجه. يعمل ايه هو؟ راح زيادة امان بقى، راح ملبسه حوض السمك ده في راسه علشان ما يحسش بحركته وهو بيحاول يهرب. راح علشان يشوف هيهرب منين، لقى باب حديد كده قدامه والقفل موجود عليه وبتاعه، بس المفتاح هناك اهو. هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ راح مسيب فار كده يجيب له المفتاح. الفار عدى وكل حاجه ومسك المفتاح وكل حاجه، بس جري من الناحيه التانية وسابه واقف في لايس. يا لهوي، دي الماسوره خرجتني على المجاري. يا خبر اسود، طب انا اعدي ازاي والماسوره المخرومه دي قدامي؟ انا لازم اصلحها واحط لها مسمار كبير. ايوه كده. ايه ده، ايه ده، يا نهار اسود، ايه ده؟ طب انا اعدي ازاي؟ يلا، ما هي سهله اهي، الاحمر بيطلع يبقى الازرق بينزل. الحمد لله، ويلي ويلي، عظمة على عظمة. يا نهار اسود، فار، انا بخاف من الفرن قوي. ايه لهوي، ده ممكن ياكلني، ده ضخم قوي. ايه ده، ايه ده، يا نهار اسود، انا معايا ديناميت، اما ارمي عليه كده. الحمد لله، جري. يس، ويلي ويلي، يا خبر، ايه ده القرف اللي نازل من الماسوره ده؟ نهار اسود، طب انا اعدي ازاي؟ ايه ده كان تلج ولا ايه؟ الحمد لله، مصلحه ان انا اعدي برضك. ايه نهار اسود، ايه الفرده؟ هو انا مش موتتك الديناميت يا عم؟ انت طلعت لي منين تاني؟ انتوا بينكوا كتير ولا ايه؟ طب خد دي كده في وشك. الحمد لله، صغيره. انا كنت ناسي الجهاز اللي معايا ده اصلا. ايه ده، سوبر ماريو؟ يا نهار اسود، انت اللي زنقك في المجاري انت كمان. طب اقول لك ايه، انت ممكن تساعدني؟ خد عيش الغراب ده كده ممكن يكبرك. طيب يا معلم، هطلع، ساعدني. يلا زق زق، يلا زق انت. ايوه كده، تطلع فوق. ايه اللي ده دخلت فيه ده؟ ايه ده لاعب كوره، اخد معاه بقى صوره سيلفي كده للذكرى. استنى يا كابتن، استنى، ممكن ناخد معاك صوره كده بقى سيلفي كده. اضحك يا كابتن، اضحك. شكرا يا كابتن، شكرا. ايه ده الراجل اللي هناك ده، ايه ده، رابس بركه ولا ايه؟ استنى ما نضحك عليه شويه، شغل المروحه تطير له البركه بتاعته. جري جري ورا البروكه. التيشيرت الاصلي والله لو اخده. يا لهوي، الراجل بيجري ورايا ياخد مني التيشيرت. لا لازم اجري بسرعه. مش بعيد عني يا راجل انت، انا ملك الشوكه دي عشان تجي في وشك. جت في وشه. يا لهوي، ده جه تاني، مش قادر اجري منك لله. ابعد عني يا راجل انت، الله يلبسك لبس الحكم. اجري، امشي بعيد، سابني ومشي. يا لهوي، ده جه تاني، جه تاني، مش قادر اجري، عايز حاجه تعمل لي، عايز اشرب شويه ميه من دي. ايه ده، ايه ده، الراجل ده واقف كده ليه؟
يكون عايز حاجة يرسم بيها على الحيطة. اما اديله الاسبراي ده كده اشوفه يعمل ايه. ده اتبسط اهو، ده رسم كمان على الحيطة. طب كويس. ايه ده، ايه القرف اللي انا هعدي فيه ده، مش هينفع كده. انا هعمل فيها ان انا في كلب بره عشان يرمى عليه ميه. عملت هو 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 هو, هو. راح ربيه ميه، الميه المتعفنه اللي كانت على الارض دي مشيت. ايه ده، الواد الصغير تاني واقف بيعيط اهو. يو، هو الواد ده كل شويه يعيط كده، يعيط باينه عايز كره يلعب بيها. ده في جوزة الهند على الشجره اهي، انا هنزل له واحده يلعب بيها. افتكرها كوره، اتبسط بقى قوي. ايه ده، ايه اللي بيجري ورايا ده، يا نهار اسود، ده النينجا ترتر ده ولا ايه؟ لازم امشي بسرعه من قدامه. خد البيضه دي في وشك كده لحسن، ده انت كده شرير شكلك. يا نهار اسود، لازم اجري بسرعه اوام. جه تاني بيجري ورايا اسرع من الاول. يا خبر اسود، هعمل ايه؟ السل اللي جاي قدامي ده لازم البس رجل الخشب دي. اختفى السن كده، فيها حاجات اظهر حاجات اختفي. يا نهار اسود، ده ظهر تاني، ده جاي بيجري اسرع من الاول. مش عارف اعمل ايه معاه. يا نهار اسود، لازم احط له الخشب دي في سكته. ايوه كده يا عم، اجري بعيد عني.